هذا اللي هو ركزنا عليه بدأك السؤال نفس الشيء. نعم. شوف هذا الموضوع. اليوم من يجي مسلم الربيعي يريد يشوف السيف الكامل عن هارون الشمري حتى يستضيفه بالحلقة. نعم. راح يشوف عنده مثلا نقول 200 مقطع بالقناة. 170 مقطع. أتحدى أي شخص يدخل على 170 مقطع إذا ما يبتسم ويطلع. إذا ما يطلع فرحان. من ذن المقاطع اللي أنا ضحيت بصوتي. أنا طبعا مصاب بالغدة الدرقية. فصوت زغلول كل شيء يؤذيني. استمريت بيه لأجل محبة الناس، لا كنت أعرف أسوي أرباح باليوتيوب، والله العظيم والله على ما أقول شهيد طبعا، لا أعرف أسوي حساب آدسنس لليوتيوب إلا رحت لتركيا هناك الولد سوولي. يعني أنا منزل فوق 70-80 مقطع، وكل مقطع مو أقل من 1.5 مليون مشاهدة بدون أرباح ومكاسب منه شيء. فاستمريت بهذا الصوت لمحبة الناس، صارت لعائلة ثانية. فالموضوع أنه هارون صانع دراما، هارون مصانع دراما أبدا. هو اتهموني بس سالفة واحدة اللي هي مال البث المباشر، وهو مقطع واحد نزل. يعني انت الخير اللي سويته كله والابتسامة اللي زرعتها على وجوه الناس، حتى لو كنت انا مسوي دراما اوكي، زين احنا الخير والابتسامة والضحك والايام الحلوة كلها ننساها، ركز على مقطع واحد بالقناة. بالتالي خلي اسولف لك من فد موضوع ما. نعم. احنا اليوم يمكن أنا ما أسولف كثير بالحلقة. نعم. مجرد أسأل. نعم. إحنا حتى إذا افترضنا إنه أكو ورقة بيضة. نعم. نفرض هذه، فخليت بها نقطة هذه الناس صغيرة. الناس تعوف البياض كله. تعوف البياض كله. تجي على النقطة. فهذا أكيد يعني. هذا غلط. كل يعرف هذا. هذا غلط. صح. نعم. أنا كلش أحبك ومن متابعينك الأمانة. الله يحفظك. وكلش أنا اليوم سعيد إني جاي أحاول. الله يسلمك.